بس كان رجل موضوعي. عايز اقول ان هو انسان كان حنون جدا. وانا عايز احيي الامير لانه هو عنوان الوفاء الحقيقي. الامير من ساعه ما توفى سعد الدين وهبه وهو يلازمه ودايما يبحث في اوراقه ودايما ينقب، عايز يطلع ده وعايز يعرف ده للناس وعايز يطلع الكتاب ده عمل كذا ده عمل كذا، يلا ندور على الاوراق. وكان دائب البحث، وده يعني الوفاء ده في زمن عز فيه الوفاء فعلا. فانا احييه واشكره على هذه الصفه اللي ربنا اداها له، يعني هو ملوش يد فيها، ده ربنا بيدي الانسان تكوين صالح، تكوين انسان وفي، تكوين انسان خير، تكوين انسان معطاء. فهو يجمع هذه الصفات، وبدليل ان هو التصق جدا بسعد الدين وهبه، وسعد الدين وهبه كان عنده هذه الصفات. كان انسان حنون، انسان طيب، محب، ما يحبش يأذي حد، اتأذى كتير من الناس، وكان اقرب الناس اليه بيؤذوه من وراه. وكنت انا شاهد على العصر، كنت بشوف، لكن كنت بأشفق عليه ان انا اقول له فلان كويس او فلان مش كويس، او سايباه هو بقدرته وقرون استشعاره ان هو بيعرف الصالح من الطالح. عشت معاه اعظم ايام حياتي، ومش اسعد ايام حياتي، اعظم ايام حياتي، لان السعاده بتيجي وتروح، لكن العظمه اللي هو كان عايش فيها وانا في كنفه كان ايام جميله جدا، وايام فيها حاجات كتير، فيها المؤسي وفيها المفرح، واذا كانش المؤسي موجود ما كانش يبقى فيه المفرح. عشنا ايام طبعا هو كان بيتلقى طعنات من ناس قريبين جدا منه، وهو كان بيبقى عارف، ولكن بيقدر يلملم الجرح ويستمر. عمره ما بص وراه، عمره ما شال ضغينة لأي حد، كان مثال للتسامح والبناء في نفس الوقت. وأنا أذكر أن الأستاذ رجاء النقاش رحمه الله قال عليه أنه هو لما حتى بيروح في خرابة بيخليها مزهرة ومليانة ورود، فكان بينتج في كل مكان يروحه وكل مكان يمسكه كان بينور. ورحم الله سعد الدين وهبه.